يخليك خليك فرحك يا ابو مطار الجراح العسكري المحاصر من قبل كتائب المجاهدين مسكنه في 15/1/2013 استنى عادي عادي نفس الشيء كله سريه رجال الله في كتيبه مصعب بن عمير يلا هو الحجاني انا فارض الله اكبر الله اكبر رشه الله اكبر امن 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 فورا امن امن فورا امن 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 بس فقط امن فورا امن 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 الله اكبر الله اكبر بدو من الشبابيك الله أكبر لله الحمد الله أكبر تكبير الله أمن فورا أمن الله أكبر الله أكبر أضرب أضرب على السريع أرجع أو بكر شوي أو بكر أمن أمن أوعي الله أكبر الله أكبر يلا يلا شباب يلا حاج حاج كافي معاوية كافي أبو حيدر خلا يطلعون على مهلك أنا أنت حاب جزئي يا شباب جزئي أهم شيء بدل من الشبابيك يلا روح واحد جزئي يلا شباب يلا أمن مباركم أمن أمير سرية رجال الله يغطي انسحاب عناصره يلا خذ موقع معاوية خذ الموقع وأمنونا بالانسحاب انسحب 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 مكانة معنا مكانة معنا خلاص بدأ الصرف الأخيرة مبدأ خلاص ما في داعي ما في داعي حسين ما في داعي خلاص الاتحاد آمن جدا لا حدا يضربها الانسحاب آمن ولا بيأمن منه روح صدام صدام يلا يلا انسحاب آمن ما بيشوفوا الكتابة